وسير كحجينده وسردها أرمها جودها هي عفمات كالسومالي لان وكرمير شقق كيومي مقالة بربرا مانتا أيه وحاي صو كرميرن مشاريع ده اللي جهير قلي مشروع أشي بيل شيء قيبتي سحنونك كوفيد 19 ورينا وحاي كلن كلقاتين حفيز كمامل كدقمة بربرا قدوميها قلها ديجان كدقمة بربرا حقيها مامل كدولة دهوسة إيه قدوميها قبل كساحل كديمنا وحاي كرمير كسومرين جوبها اللي جهير قلي مشروع عن أشي بيل شيء قيبتي سحنونك كوفيد 19 ويكمل ديهين جوبا كي الله عسبتال ده مقالة بربرا حرمها وحبر الشدة إيه واللي بحنانوين كمقالة بربرا ورين وها Alkasi, Adolus or the Winnek Sochi, the Gudomiha Gulaha Degan Kedigmada, Berbra, Ogeha Mamul Kadolo do Jose, Yoriba Gudomiha Gobal Kasahil. Mudanayal, Sharp and Notahi in a Mantanagus of Bogatan in Harto Gobal Kasahil and Gareth Berbra, Idikos of the Kormer Kilabad, Eukurgelka, Wahali and Wokap Somai, dear Gurugi Kortaga, Hanuko Covid 19, Edilaga, or Uyahai Kurmer Kilabad Hunti. أنا هذه أقول فرحسنا هاي إن سيدا قرنكو إن أودنا هنا يو إن إني إنه إن كهرتك سماه إنه وحنو كايس سجى لعلنا إيه سيدا هيدا هنا قلا شقيا مشروع أشي بي أشي أيهونتي أودنا هنا يان ما دام هو هيك رمير كلا بعد يدو مدو كوبانا وحن كل شو إن أنا هونتي كفر حيد دونتان إتال كي نوحي نوقف سماي أو يدو واحد من الدمين هنا دنا أي ندمان تي ودد دالي وحن سمرن دونا إن مالها عطتان أما قلت لك أنا قلنا أنا قلت لك الله شقين كهرك السعودين كل واحد لصعد و و و إن الحقيقية في عليه اللي قبتي شغلة خصية إن جوبل بلطق ولا نعرف إن شاء الله هنكون في أحسن هاي وشغلة قرن كوكو جلسة نساع إن مسؤول كشغلة لا دري ولا يبغى ولا عديه هدوك صباحين اللي هذا مع سنت هاي هدي أي جبر جبر كتهانة للتوسيع الله شغل له سيداو حقبه كان فرحان من نوت هاي ان شاء الله ما حرجينا مره يعني اكبر بحيث كل قادنا ان جوبل بتجي دون ان شاء الله تعالى لبدا ويصير خدينا علينا سو دوادا وتصالحنا كره شلي احنا حري كجنا احنا نادو وين دغمد لهد هاي ان شاء الله حري كجنا وفرني مقال عاد ان هانتي اد بدن با كو بخدي او عاشورتي دد كان كوبلني كل شتي ميزانيتي دقمدوا هاي ورنتي العياد بضم باكش وحرقيا بالعات إمك أنت أسوي سارة سد بس عط إلى دوني الحق يشوف رحلك هي يا أفسارك إن ما دي السوق هي شن دقمة دي السوق إحنا ناس كبرنا مشروع عن ما أنت إن كرمير إنه وحقبت كيسي إن دوننا إن الصوت عرفته إن كلهم ككرمير يا مركه هري وضعوتين برسنتيشن كي indicators كي مشروع عسين وفلي لجو حقيقينه هنا ولا صوت هابتي وسيد عندي هنا أتقو أركسان لما أن أجب كيف رحلك يزولي دي يرسمياشي يوحي لجو فلي أو حد عندي هنا كود أركتين حيالها نكق بأن واحد كم ده سولية ده هل كان نوع مقطع أو رينوفيشن ونعكسن لجو سمي قريب تم فرحلك أو كومبليتلي عنو لسني تانجي جنير أو تانجي بلاستيك أو عنو كسر كورديني سكنه marka waxaan noo sameeyay si ardaydu maadaama ay yar yar yihiin ay ugu suurta gashay inay gaari karaan oo farxad ku suura gali karo go degmadan aynu joogna maanta berbera hadaynu eegna assessment aanu sameeyay waxay u baahan yihiin 150 koobad oo sidan ma aynu taaganahay oo kala ma according to the student marka aynu eegna ardayda waxaanu maanta sameeyaynaa 15 koobad bay weeyaan kadib markii ay soo dhameysteen goobaha ay kormeerka ku marayeen wasiir ku xigeedanadani ee laga hirgeliyay mashruuca GBLG ga qaybtiisa xanuunka COVID-19 ayaa waxay ka warbixiyeen socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Berbera iyo waxa uu daarnaa in ayaamahan waxaanu ku jiray kormeer kaasoo u kuurgalinay sida maxay ahayd ay shaqadu u socoto xagga caafimaadka iyo xagga waxa weeyaan muxuu ahaa berberi waxa ka mid tahay meelaha aanu kormeerka ku soo marayno laakiin dow kulli wixii aad aragto ayadaaba ku soo dhaafaysa waxa weeyaan imika ammaan weyn waxaan ugu ammaanaynaa dhiraynta magaalada berbera sida xaqabtirka loo dhireeyey waxa kale oo ku ammaanaynaa nadaafadda sida loo qurxiyey
iyo howlahan faraha badan le ay dowladda hoose qabatay. Dib kulli imika waxaan wadnay muddo shan maalmood kormeer baan wadnay gobollada oo dhan ah. Waxaan kasoo bilownay gobolka Gabiley, Buure baan soo marnay, Isilac baan tagnay. Maantana waxaan joognaa maxaa ahday Berbere. Maayrada shaqada aan doonaynay inaan dabagalo waxay ahayd lacagtii yaradii loo dhiibay ee COVID-19 kilobitii Belgiga oo la rabay in lagu qabto waxyaalihii loo cayimay ama mas-uuliyad aan qosolaha noqoto ama farxad aan noqoto ama hanwoosh waxaad u farsamayn kali ka hortagista xanuunka loogu talagalay loo dhiibay maayrada ay qaadeen iyo waxay ku dareeyeen baa sidii maxayday loo eegi lahaa bal wixii qabsoomay iyo wixii maxay aan qabsoomin. Maayrka Berbere waxaan aad iyo aad u aamanayaa dhiraynta magaalada horta ka jirta iyo qaybta nadaafadda. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbere.